فريدة 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 مالك مالك صفيش صفيش تعالي تعالي ما شفتش حاجة، وأنا متأكد إن أنتِ ما شفتيش حاجة بعينيكي. يعني إيه؟ ده كان تحت الغطا. دي تالت مرة أقول لك في تعبان في البيت. فريدة أنتِ شكلك تعبانة، أنا شايف إن إحنا نروح لدكتور كمال. عايز توديني لدكتور مجانين؟ وإحنا من إمتى يا فريدة بنقول على الدكاترة النفسيين دكاترة مجانين؟ أنتِ بيتهيألك يا فريدة. وده بيتهيألي؟ ده بيتهيألي؟ إيه ده؟ قول لي أنت ده إيه؟